مرحبا، كيفكم؟ معكم مسروق عبد الرحمن مع منصة مناهج الأردن صوت وصورة. أنا المس اللي رح أدرسكم الرياضيات، فتابعوا معي إن شاء الله. اليوم رح نكمل في الصف السادس الوحدة الرابعة. درسنا اليوم هو الانعكاس في المستوى الإحداثي. خلال الدرس رح يتمكن الطالب من أنه يرسم انعكاس في المستوى الإحداثي. طبعاً إحنا تعرفنا في الدرس السابق على الانسحاب، وحكينا أني بنقله من مكان لمكان بدون ما أغير في أبعاده حسب القاعدة اللي هو بيحدد لي إياها. الآن الانعكاس زي كأنك بتحط مراي، لو أنا حطيت مراي بتعكس لي الشكل على الجهة الثانية. فانعكاس حول المحور X في له قاعدة، إذا حكالي اعكس حول المحور X أنا عندي النقطة X وY. بما أنه حكالي حول المحور X هو اسمه انعكاس، يعني بدك تعكس، بتروح على الواي. إذا كانت موجبة بتخليها سالبة، وإذا كانت سالبة بتعملها موجبة. الآن إذا حكالي انعكاس حول المحور واي، دائما بنعكس كونه اسمه انعكاس، حكالي محور واي باجي على الإكس. الآن إذا موجب بعملها سالب، إذا سالب بعملها موجب. إذا الفكرة من الدرس إني أعمل عكس للإشارات والمحاور. الآن في عندي مثال صفحة 108. ABC مثلث إحداثيات رؤوسه هي A 1 و 1، B 1 و 4، C 3 و 4. بحكي لي أرسم المثلث A فتحة B فتحة C فتحة، الذي هو انعكاس للمثلث ABC حول المحور X، ثم أحدد إحداثيات رؤوسه. إذا بدنا نعرف شغلة، لما هون بحدد لي المحور اللي أنا بدي أعمل عليه انعكاس، حكالي حول المحور X. أول خطوة خلينا نرسم المثلث، معطيني إحداثياته 1 و 1، إذا 1 على الX و1 على الY، فالنقطة هون هاي النقطة A. النقطة الثانية B 1 و 4، أنا عند الX 1 بدي أطلع لأنه موجب لعند الأربعة، فهاي رسمنا النقطة B. الآن النقطة C 3 على الإكس الموجب لأنها موجب، و4 على الإكس الواي الموجب، إذا بدي أمشي من الثلاث للأربعة، هاي النقطة عندي الجديدة اللي هي النقطة C. الآن وصل لي الشكل مع بعض زي ما أنتوا شايفين، أعطانا مثلث قائم الزاوية عند النقطة B. إذا مثلث ثلاثة رؤوس ABC، أبعاده عرفنا نرسمه من خلال الإحداثيات. الآن شو طلب مني؟ أرسم المثلث A فتحة B فتحة C فتحة. إذا لاحظوا أن الصورة نفس درس الانسحاب، بيحط لي عليها إشارة الفتحة، الذي هو انعكاس حول المحور X. إحنا شو حكينا؟ لما يحكي لي حول المحور X إذا بدي أغير بالمحور Y. أنا شو بحكي لكم اعملوا؟ أكتبوا الإحداثيات الأصلية، A هي 1 و 1، B هي 1 و 4، وسي هي عبارة عن 3 و 4. الآن هو حكالي حول المحور X مباشرة، بعكس المحور، حكالي حول X بتروح على Y، حط دائرة على Y. الآن بدنا نعكس الإشارة، وخلينا نكتب الصورة الجديدة A فتحة. الآن الواحد بخليها زي ما هي لأنه حول محور X منغير بY. الآن الY موجبة، شو بعمل فيها؟ بخليها تصير سالبة. نفس الشيء B فتحة، بخلي الإكس زي ما هي، الأربعة موجب بخليها تصير سالب. نفس الشيء C فتحة، الإكس بنزلها زي ما هي، الواي موجب بعملها سالب. الآن مثل الرؤوس الجديدة اللي هي الصورة للرؤوس الأصلية. A فتحة هي عبارة عن 1 على الإكس وسالب 1، يعني أنت بدك تيجي عند الواحد وتنزل بمقدار 1، هاي 1 وسالب 1، هاي A فتحة. لاحظوا إحنا كله منطبق على الدروس الأولى، يعني هذا الدرس الأول. B هي عبارة عن 1 على الإكس وسالب 4، يعني بدك تنزل لعند السالب 4 من الواي وتمشي من الواحد، هاي B فتحة. C 3 بالإكس وسالب 4، بدك تنزل للسالب 4 من عند الثلاث بتنزل خط، ومن عند السالب 4 بتمشي خط، نقطة التقاطع هي السالب 4. الآن خلونا نوصل. لاحظوا انه كأني حطيت مراي عند هاي المنطقة
وعكست لي هذا الشكل هون، هل تغيرت أبعاد الشكل؟ لا، أبعاده ثابتة. هل صار عليه دوران، يعني صار فيه تغيير بالشكل، مثلا صار يمين يسار إله؟ لا، هو أنا عملت له دوران حول المحور X، فالشكل كان هون رح ينزل هون، زي كأنه معي صفحة أنا سكرتها على بعض وعملت نسخ لهذا الشكل هون. إذا الشكل حول محور X رح تشوفوا أنه ما تغيرت أبعاده ولا تغير فيه شيء، فقط أنا عكسته. الآن هيك بنكون خلصنا أول فكرة. طبعا ممكن يحكي لي اعمل لي انعكاس حول المحور Y. خلونا نجرب نعمل انعكاس حول المحور Y، يعني هاي مثال آخر على نفس الشكل، بدي أعمل انعكاس حول المحور Y. شو رأيكم؟ احنا عنا هاي الإحداثيات 1 1 1 و4 3 و4، نعملها الآن انعكاس على المحور Y. الآن لما نحكي على المحور Y، مين اللي رح يتغير؟ رح أغير بالمحور X لكل النقاط. الآن A فتحة، شو رح تصير؟ بدي أغير بالX. الواحد كانت موجب، رح تصير سالب 1، والواي بنزلها كما هي. الآن البي الصورة عنها عبارة عن، رح نغير بالإكس لأنه حكالي حول المحور واي، فكانت موجب رح أعملها سالب، والأربعة بتنزل زي ما هي. الآن السي رح تصير سي فتحة اللي هي الصورة، الثلاثة رح تصير سالب 3، والأربعة بنزلها زي ما هي. الآن نيجي لهون نمثل هاي الإحداثيات. عندي النقطة X هي سالب 1، هاي السالب 1. النقطة Y عبارة عن 1، يعني اطلع باتجاه Y الموجب. نقطة التقاطع هي A فتحة. النقطة B فتحة عبارة عن سالب 1 وموجب 4، يعني رح نيجي عند هاي النقطة ونسميها B فتحة. خلونا نسميها A فتحتين حتى ما نتخربط، B فتحتين C فتحتين، حتى نميز انه هاي الانعكاس الثاني. الان اخر اشي في عندي سالب 3 عند الاكس و4 باتجاه واي الموجب. الان هاي نقطة التقاطع هي سي فتحتان. خلينا نوصلهم. هذا الشكل انا عملت له انعكاس حول المحور واي، فهاي الشكل هاي المحور واي هو محور الانعكاس، هذا الشكل صار بهاي الجهة. وبهيك يا حلوين نكون خلصنا أول فكرة. خلونا نشوف الفكرة الثانية اللي هو بعطيني نقاط وأنا بدي أعملهم انعكاس. الآن الفكرة الثانية هون معطيني النقطة A سالب 4 وسالب 3، وصورتها عبارة عن 4 وسالب 3. الآن شو السؤال بيجيني؟ السؤال بيحكي لي حدد محور الانعكاس، يعني انت بدك تحكي لي حول اي محور صار الانعكاس، هل هو اكس ولا واي. طيب اول خطوة شو بعمل؟ بشوف مين اللي صار عليه تغيير. الان هون السالب 4 صارت 4، اذا السالب 4 اللي هي صار عليها تغيير، بينما السالب 3 ظلت زي ما هي. ومتذكرين احنا شو قاعدتنا حكينا؟ اذا حول المحور اكس بغير واي، اذا حول المحور واي بغير اكس. اذا هون مين اللي تغيرت؟ احنا النقاط اكس واي. مين اللي تغيرت؟ تغيرت النقطة X، معناته الانعكاس صار حول المحور Y. إذن الانعكاس حول المحور Y لأنه عكس اللي تغير عندي. نشوف النقطة 2، B الأصل كانت 2 وسالب 2، بينما صورتها صارت 2 وموجب 2. مين اللي تغير عندي؟ تغيرت Y. إذن الانعكاس شو صار؟ الانعكاس حول المحور X. إذن الانعكاس حول المحور X. إذا كثير سهل، إذا الإكس اللي تغير الانعكاس حول واي، إذا واي اللي تغير الانعكاس حول الإكس. الآن كمان مثال، خلونا نشوف أتحقق صفحة 110. بدنا نعمل انعكاس للمثلث ABC حول المحور واي. طبعا رؤوس المثلث معطيني ABC حسب ما أنتم شايفين. الآن حكالي حول المحور واي، إذا مين رح نغير؟ رح نغير بالإكس، نحط دائرة على الإكس. طيب A فتحة شو رح تصير؟ السالب رح تصير موجب، والعدد الثاني بنزل زي ما هو، سالب 3 ظلت سالب 3.
الآن نفس الشيء، السالب رح يصير موجب والعدد الثاني بنزله زي ما هو. آخر شيء السالب بصير موجب والعدد الثاني كمان بضل زي ما هو. الآن خلونا نمثل الشكل بعد ما عملنا له انعكاس، اللي هو عندي 4 وسالب 3، أو نرسم الشكل الأصلي. عندنا سالب 4 وسالب 3. سالب 4 إذا أنا بإكس السالب أنا هون، والعدد اللي معها سالب 3، إذا انزل باتجاه السالب. هاي النقطة هي عبارة عن إيه؟ الآن النقطة الثانية عبارة عن سالب 4 وسالب 1. هاي السالب 4 على الإكس، بدك تمشي للسالب 1. هاي النقطة B. النقطة C سالب 1 وسالب 1. هاي السالب 1 بدي أنزل منها لحد السالب 1 الثانية. هاي النقطة C. الآن راح نوصلهم مع بعض. هاي المثلث الناتج. الآن بدي أعمل انعكاس حول المحور Y. حددت الإحداثيات الجديدة وراح أبلش أعين فيها على المستوى الإحداثي. أول شيء في عندي 4 وسالب 3. وين 4؟ هاي 4. بدي أمشي باتجاه السالب 3، إذا بدي أمشي من 4 للسالب 3. الآن الإحداثي الثاني عندي 4، هاي طبعاً A فتحة، B فتحة، 4 برضو عند 4، بس بدي أمشي لاتجاه السالب 1، يعني بدي أنزل نزول لعند السالب 1. الآن آخر نقطة موجب 1 وسالب 1، هاي الموجب 1 لعند السالب 1، هاي C فتحة. الآن بنوصلهم مع بعض، بيطلع معاي الانعكاس حول المحور واي. زي ما لاحظنا ما في تغيير في الشكل، لكن فقط هو عكسنا المحور تبعه، أو عفوا الربع تبعه، كان بالربع الثالث صار في الربع الرابع. بكل بساطة هيك الدرس بيكون خلص. زي ما انتو شايفين فقط اعكس العملية. إذا أنا عندي محور إكس بتعكس واي، إذا موجب بتخليه سالب، وإذا سالب بتخليه موجب. إذا أنا بعمل حول المحور Y بعكس النقطة X، إذا موجب بخليها سالب، وإذا سالب بخليها موجب. يعطيكم العافية، بشوفكم في الدروس الجاية.